مشاهدينا، فترة الأخبارية متواصلة في أولى مواضيع النقاش لنهار اليوم. وخلال مجلس الوزراء المنعقد أمس، ثمن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تقدم المسجل في مجال الرقمنة وخاصة رقمنة قطاع المالية، داعيا إلى مواصلة الجهود وتكثيفها وذلك بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة. لمناقشة هذا الموضوع يسرني أن أستضيف عبر الهاتف الخبير الاقتصادي نبيل جمعة. صباح الخير سيدي، أهلا بك. وشكرا على الاستضافة. إذن سيد نبيل جمعة، كما ذكرت، ثمن خلال مجلس الوزراء المنعقد أمس، ثمن رئيس الجمهورية التطور يعني أو تقدم المسجل في مجال الرقمنة، وأكد على ضرورة رقمنة قطاع المالية. نعم، لا يخفى على أحد أن قطاع المالية، من لا يعرف مهمة القطاع المالي الجزائر، لأن القطاع المالي هو الدافع الأولى لحركة الاقتصاد الجزائري. لهذا هذا القطاع كان منذ 30 سنة متأخر جدا، وغياب الرقمنة، لكن الحمد لله شفنا بعد تولي رئيس الجمهورية الحكم في الجزائر طلب في 54 نقطة من رقمنة هذا القطاع من أجل الذهاب إلى التطور كما الدول المتنافسة الدولية الأجنبية. لهذا كان طلب أو أعطى مدة 6 أشهر مؤخرا لتطوير لرقمنة هذا النظام بالديجيتاليزاسيون، وكذلك طلب رئيس الجمهورية من جميع القطاعات ليس إلا قطاع المالية، طلب في 54 نقطة من كل قطاعات، لأن المهم. نعم سيد نبيل جمعة، لو نتحدث بعد حصيلة وبعد تقارير تاع مجلس المحاسبة وكذلك المرصد الرقمنة. نعم، هي العديد من القلوب اللي وصلت. نعم، الرقمنة، تطور الرقمنة في الجزائر إلى 58%. نعم، لو نتحدث بالتفصيل ربما وبدقة عن قطاع المالية، ما هي أهم العناصر والنقاط التي يجب الإسراع في رقمنتها والتي تؤثر بشكل مباشر على القطاعات الحيوية والتي طبعا ستعطي دفعا للاقتصاد الوطني وسيرورة الأموال؟ القطاعات المهمة في القطاع المالي هي البنوك التجارية، وكذلك البنوك التجارية، وكذلك البنك المركزي، وكذلك التأمينات. لا يخفى عليك أن التأمينات هي شبه مؤسسات مالية، كذلك قطاع التأمينات، وكذلك قطاع الضرائب والجمارك لموجودين في نفس الوزارة، وكذلك قطاع أملاك الدولة، لأن لا يخفى عليك أن أملاك الدولة تابعة لقطاع المالية، وشفنا فيهم تعثر كبير منذ 30 سنة. كل هذه القطاعات كما يقول لك أملح، قلت 58% من الرقمنة، وكما يقول لك رئيس الجمهورية تمن هذه المبادرة ووضعهم كما يقول لك تمنها. لماذا؟ لأن عندما تطور هذا القطاع، نشوفه كقطاع الضرائب وكذلك قطاع أملاك الدولة، للشعب الجزائري يحوس على العقود ويحوس على الممتلكة تاعو. هذا أول قطاع لازم يتطور. احنا لحد الآن هنالك كما يقول لك 58% من التطور، لكن ما زال الكثير، لأن لازم كنطلب رئيس الجمهورية من منصة واحدة لقاعدة البيانات. وشفنا مؤخرا وين رئيس الجمهورية تمن هذا القطاع عن التطور، خاصة بعد اقتناء داتا سنتر مخزن المعلومات في الجزائر، وهذا مهم جديد كثير، لأنها خطوة عملاقة. بعد ما يكون عندك كل المعلومات، خاصة المعلومات استراتيجية في المالية وفي الضرائب وفي الجمارك، معلومات استراتيجية كبيرة لازم الحفاظ عليها. والحمد لله اليوم داتا سنتر موجودة في الجزائر، وين دشنا وزير المالية مؤخرا.
هذا تطور كبير بالنسبة للساحل المالي نعم والجزائري. نعم أستاذ نبيل جمعة، لو جئنا إلى ثلاث مؤسسات حيوية بعينها ذكرها رئيس الجمهورية، مؤسسات أملاك الدولة ثم الضرائب والجمارك، ما هي التسهيلات المباشرة التي تقدمها الرقمنة للمواطنين ولصيرورة العمل الحكومي إذا تمكن القطاع من رقمنتها بشكل كلي؟ أتحدث هنا عن نسبة كلية 100%. نعم، شفنا مؤخرا تأخر كبير وبيروقراطية كبيرة في قطاع أملاك الدولة، وين تروحي تقعدي ثلاث أشهر ربعة مدة سنة وما يعطوكش معلومات. اليوم كي تبقى كي تصبح قطاع أملاك الدولة في الرقمنة، هذا يعني أن الوثائق تولي تتمد في دقيقتين أو ثلاثة، وهذا تطور كبير، وهذا راح يقضي على البيروقراطية. لأن الرقمنة، ما معنى الرقمنة؟ معناتها التسريع في كما يقولك تعامل في الجزائر، لأن كان تعامل تستني كاين مستثمرين، كاين قانون الاستثمار يستنى باش يطولوا العقود، تستنى ثلاث أشهر بمدة سنة يقولك ما صبناش. اليوم بالرقمنة راح نطوروا هذا، لان رئيس الجمهوريه كان طلب. لماذا طلب؟ باش هذا الرقمنه تكون في املاك الدوله والضرائب والجمارك. لماذا؟ لان المستثمرين معنيين بهذه القطاعات استراتيجيه وهامه جدا لتسريع في عمليه الاستثمار. لا يخفى عليك ان كما يقول لك رئيس الجمهوريه كان مؤخرا في منتدى نادي صنوبر، كان تكلم على تسريع 900 مشروع، ما يعادل كما يقول لك 15 مليار دولار، وهذا بخلق مناصب شغل تصل إلى 52 ألف منصب شغل. هذا كله رئيس الجمهورية قرر باش يسرع هذه المشاريع بدون رقمنة. اليوم كي تكون رقمنة ما يزيدش يدخل رئيس الجمهورية، لأنه عنده مهام أخرى. لهذا اليوم الرقمنة هذه راح تسهل على المستثمرين في اقتناء العقود تاعهم واقتناء القرارات العقارية، وكذلك بالنسبة لإدارة الجمارك باش تسرع في خروج سلع اللي كنا نخلصوا كل سنة أكثر من 2 مليار دولار على التأخر في اقتناء سلع اللي تقعد ونخلصوا على الحاويات أموال بالعملة الصعبة اللي تخسرهم الجزائر. اليوم الرقمنة راح تعطي كما يقول لك زيادات كبيرة للاقتصاد الوطني، من جانب ترشيد النفقات، من جانب التسريع، من جانب التطور، كذلك تحسن مناخ الأعمال في الجزائر اللي قعد منذ 30 سنة في إدارة ثقيلة جدا، عراقيل كبيرة سواء في هذه الإدارات. اليوم هذه الإدارات شفنا مؤخرا درنا اجتماع مع الجمارك، وين الجمارك داروا خط، داروا رواق أخضر، وين أصبحت الجمارك متطورة رقميا، أصبحت ترافق المصدرين الجزائريين. وهذا كما يقول لك إن دل على شيء فإنما يدل على المجهودات الكبيرة، الإرادة السياسية الموجودة في الجزائر من أجل تطوير قطاع الاقتصاد اللي قعد متأخر منذ 62. اليوم نشوفوا كما قال لك مؤتمر ديفوس، أكبر مستثمرين العالم وأكبر كما يقول اللي عندهم رؤوس الأموال في العالم، قال لك الدولة لو تروح للرقمنة راح تخرج في سنة من التأخر. لهذا اليوم رئيس الجمهورية يحرص على الرقمنة، لأنها راح تدي بالجزائر إلى دولة من دولة في طريق النمو إلى دولة متطورة لو طبقنا الرقمنة 100% في السنوات القادمة. سنتين نعم. أو ثلاثة لازم نلحقوا إلى 100% في الرقمنة. نعم سيد نبيل جمعة، ربما أموال كبيرة. نعم، بتحقيق الرقمنة نتحدث هنا دائما عن قطاع المالية، وهذه ثلاث مؤسسات الحيوية وهي أملاك الدولة والضرائب والجمارك. ما هي القطاعات التي ستتأثر يعني بشكل مباشر، القطاعات الحيوية التي ستعود بها الرقمنة هنا، ستعود بالنفع على القطاعات؟ ما هي أهم القطاعات
الحيوية التي ستعطي لها الرقمنة في هذه المؤسسات دفعا جديدا أو نفسا جديدا؟ القطاعات هي لا يخفى عليك، من القطاعات الأولى هي قطاع الفلاحة اللي راح يتطور بشكل كبير، لأن بعد التسريع في الرقمنة وبعد رقمنة الجمارك والضرائب وكذلك بعد صدور قانون توزيع العقار، قطاع الفلاحي راح نشوفوه راح يزيد على الأقل 10% في الإنتاج لو أصبحت الرقمنة حقيقية في هذا القطاع. وشفنا مؤخرا توزيع الأراضي الفلاحية ما يفوق 200 مليون هكتار لمدتهم في الجنوب 20 ولاية، هذا بالرقمنة وزعوهم بالرقمنة، وهذا راح يعطي دافع كبير قطاع الصناعة كذلك، وين بالرقمنة يولي المستثمرين لا ينتظر سنتين أو ثلاثة، يصبح في شهر يقدموا له كل وثائق الاستغلال، وثائق الاستغلال المشروع من الجانب الإداري، وكذلك تسريح السلع الماكينات والأدوات الإنتاج من رواق الجمركي اللي أصبح رواق كما يقولك أخضر، ما ينتظرش ولا أسبوع باش يخرج السلع تاعو. كذلك بالنسبة للضرائب باش يعطولو كما يقولك الوثائق الخاصة بالمشروع، ما يقدروش يطولوا هذا كلها، يعطي كما قالك، لأن في الاستثمارات وفي الاقتصاد راح يعطي لك دفعة جديدة تربحي وقت كبير، وهذا الوقت يسهل، لأن المشاريع الاستثمارية الكبيرة شفناها في الجزائر تقعد 4 سنوات إلى 5، وهذا كثير. لهذا بالرقمنة ممكن في شهر شهرين تصبح كل وثائق موجودة، ويصبح المستثمر سهل إليه باش يدير كما يقول لك تقديرات تاع الإنتاج تاعو، ما يخسرش أموال كبيرة. شفنا مشاريع قعدت 5 سنوات والسلع موجودة مركونة في الجمارك، وهذا خطر كبير للاقتصاد الجزائري هنا. أخير ربما سؤال أخير سيد نبيل جمعة، وفق خبرتكم في المجال، ما هي ربما الفترة المحددة أو التي ستتخذها أو ستستغرقها تحقيق رقمنة كلية في قطاع المالية؟ في قطاع المالية ممكن يكون على المدى القريب، ممكن سنتين أو ثلاثة على الأكثر باش تكون هنالك رقمنة نهائية 100%، لأن البنية التحتية الشبكة كما يقول شبكة سريعة التدفق في البنوك لم تنشأ بعد، لازم اليوم نبدأ بالبنية التحتية في البنوك وفي القطاع المصرفي في التأمينات باش نديروا شبكة سريعة التدفق باش تلبي حاجيات كل بنك وكل شبكة المالية في الجزائر. هذه تستغرق ممكن سنتين باش نديروا شبكة كبيرة كما الدول المتطورة. احنا على حسابنا يكون منذ 3 سنوات باش تكون رقمنا 100%. شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي نبيل جمعة، شكرا على إثراء هذا النقاش.